مراد، كريستين، المايكات لو سمحتوا. أنا هلا حملت لكم الجلسات مثل ما أنتم شايفين. هلا هون الجلسة 9 ما كانت محملة، حملتها الجلسة 11 كمان تم تحميلها، صار في عنا هون الملفات. هلا إن شاء الله بس ما أخلص الشهر 11 أيضا بحملكم إياها بعد المحاضرة مباشرة. إذا أمور السيشن صاروا كلهم محملين، ما كان ما عاد في عندكم مشكلة. مساء الخير، تمام. ننتقل للسكايرلي، هي عبارة عن جزء من الالتزامات قصيرة الأجل المحتملة، إنها هي عبارة عن الهدايا المقدمة للغير، واللي قلنا هي عبارة عن العروض. هلا هي يعني فينا نقول انه هي الهدايا اللي بتقدمها الشركات للدعايه والاعلان والترويج عن منتجاتها، ممكن تكون بشكل كوبونات، ممكن تكون بشكل قسائم، او ممكن تكون بشكل يعني نفس المنتج او منتج اخر. طبعا هي تعتبر عبء على الفتره المحاسبيه اللي وقعت فيها، يعني اللي تم الاعلان فيها عن هالعرض. هون بتصير في عندنا التزام محتمل الحدوث في نهاية الفترة المالية، إذا صار مثل ما صار معنا بالضمانات إنه كانت فترة العرض بين دورتين ماليات. تمام، ممكن buy one and get one free، مثل هذا نوع من أنواع العروض. بس الشيء اللي أنا حبعطيكم إياه هون واللي حنعالجه محاسبيا، لما بتكون الهدية مو من جنس المنتج، يعني ناخذ مثلا 5 علب شاي معهم، تمام، كاسة فري أو كيلو سكر أو نص كيلو سكر فري. لما بيكون ال buy one أو buy three get one free، هون عم يكون نفس المنتج. فالعروض يلي رح نعالجها حصرا العروض يلي لا فيها كوبونات، لا فيها قسائم، ولا فيها الهدية بتكون من نفس المنتج، وإنما هي الهدية بتكون من غير المنتج. هي المعالجة يلي نحن رح نتناولها. حبعطيكم اياها ايضا، او ممكن يكون بروموشن، ما هو ايه العرض بروموشن، بس انا اللي بيهمني هون انه مو من نفس المنتج ولا بشكل كوبونات او قسائم. احدى الشركات مثلا، خلينا نقول اللي عم تبيع شاي ليبتون، قالوا انه كل 5 علب عملوا عرض، قالوا كل 5 علب شاي بياخذ هديه مانك او كاسه. الكاسة هي بتكلفنا نحنا كشركة ليبتون ما بين شراء الكاسة وما بين حط اللوجو عليها وما بين كتابة عبارات ممكن تكون معينة عليها، تكلفنا 100 ليرة. هلا العرض بيبدأ من 1/12/2015. أنا بيهمني يكون في فترتين ماليتين لحتى ينشأ عنا الالتزام هذا غير المؤكد. العرض لمدة 3 أشهر، شو لسه عنا كمان؟ خلينا نقول انه الشركة توقعت انه 70% من مبيعاتها رح تستفاد من العرض. الكاسة تمام، الهدية قيمتها 100 ليرة، ما بين حق كاسة وصناعة اللوجو تهيئتها لحتى تكون هدية تغليفها، فهي تكلفنا 100 ليرة. مايك يا جماعة، اوكي نتابع. صوت واضح، صوت هبة طارق مو واضح بالنسبة لأحمد، الباقي واضح، صوت
تمام، اوكي تمام. المايك يا إيهاب. تمام، نشيل حاله المايك. تمام، إذا كنا عم نعالج الهدايا المقدمة للغيث على طول آخر محاضرة بكم فصل بيكون مشرشحة؟ ليش ما بعرف، بتكون مقطعة يعني لحد هلا الحمد لله خلال الفصل كله ما كان عندنا ولا محاضرة إلا جزء واحد، كل فصل آخر محاضرة أو ثنتين بيكون مقطعين، ما بعرف ليش. هلا حسين انا حبعمل لكم جلسه 12، نحن عندنا 12 جلسه، جلسه 12 بتكون مخصصه لمناقشه الوظيفه. ايه هي حتكون، شو في عندكم اسئله؟ بنحدد الوقت لاحقا، يعني انتم بتكونوا خلصتوا دراسه، انا بفضل انها تكون قبل الامتحان، تكونوا خلصتوا دراسه، كل شيء عندكم اسئله بجاوبكم عليها. شو رأيكم هالاقتراح منيح؟ هلا آية، أهلا مساء الخير. تمام هيك؟ بلاها أحمد لساتك مصر إنه بلاها؟ هو الامتحان ب 15، يعني 14 مصحف يكون في ظرف معين. لا 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 لا، أنا ما قلت لكم رح أحضر شيء. هلا اليوم حتشوف المقرر شو هو، بنهاية السيشن هاي بنحكي. انا ما قلت لكم رح احضر شيء ابدا. هلا بنحكي بس لنخلص الهدايا المقدمه للغير، نحكي عن اخر فصل. عندها مواد اوكي، ما في مشكله، بعد الامتحان انا فيني اجتمع فيكم 13 بجلسه 12، تكونوا انتم دارسين الماده، شو عندكم اسئله جاوبكم عليها، يعني انا هذا النمط انا بشتغل عليه تقريبا كل فصل. لا ما في ضغط ابدا، يعني اخذنا فقط الجزء بسيط من الالتزامات قصيرة الاجل المؤكدة والالتزامات غير المؤكدة. طيب بديعة، في عندنا نحن جروب اعتقد على الماسنجر، نتفق بتقولوا لي انتم شو اليوم اللي بيناسبكم، اتفقوا انتم انا جاهز. اوكي ايه الماسنجر شغال ضبط. ففينا على الماسنجر، هو في جروب قديم الله يبارك فيه، في جروب قديم هذا ال طبعا اعملوا جروب، اعملوا جروب على الماسنجر واتفقوا انتوا وواحد منكم يبلغني. انا بساط ما بفتح الايميل، بهمني انتوا اتفقوا مع بعض. ايه على الفيس، على الفيس ممكن هلا ابعثوا لي، لا على الفيس، انا حسابي على الفيس وعلى الشكل التالي بسمي. اوكي نتواصل. انت صديقي خالد؟ هلا بتمنى تبعثوا لي رسالة، ما عرفتك، يعني أنا بتمنى إذا ابعث لي رسالة على الماسنجر، ممكن تبعثوا لي رسالة إنه يعني أنا فلان طالب محاسبة 2 لحتى أعرف، لأنه الأسماء يعني أنا ما بقبل أسماء اللي ما بعرفها. بعثوا لي رسالة. اوكي اوكي على عيني، اليوم ان شاء الله انا بقبل كل طلباتي اللي بدها تجيني على الفيس. سلام عليكم. اذا نرجع للهدايا المقدمه للغير، حلينا مشكله السيشن 12، بيبقى عندنا باقي المقرر، خلينا نخلصه لان الناس ما عاجبني ابدا. ايه ايه ابعتيلي على ابعتيلي مسج. اوكي قلنا انه في عنا معلومات عن احدى الشركات يلي عملت عرض، كل خمس علب بتقدم هديه، هي عباره عن
كافي مجانا تكلفته 100 ليرة. الشركة فعليا العرض هذا بلشته من 1/12/2005 ولمدة 3 أشهر. توقعت العرض طبعا ببلش انه 1/12 لمدة 3 أشهر. توقعت الشركة انه 70% من مبيعاتها رح تستفاد من العرض. توقعت كمان انه توقع انه رح يتم توزيع 35,000 هدية. فشو عملت؟ اشتريت 35,000 هدية حطيتهم كاحتمال انه يتوزعوا. اذا اشتريت 35,000 هدية، مبيعات الشركة كانت عبارة عن مبيعات الشركة بسنة 2005 توقع بديعة، بس على حساب، بس يعني حسب التوقع هذا هي راح تشتري الهدايا. هلا هي توقعت انه 70% مبيعاتها راح يكون ما يقابل 35,000 هدية. اشترت 35,000 هدية وحطتهم. اذا هي بتقدر فعليا مبيعاتها بعام 2005 كانت 250,000 علبة بسعر العلبة الواحدة 200 ليرة. وسلمت 20,000 هدية بال 2005. 20,000 هدية بال 2005. إذا هي الداتا اللي لازم تكون متوفرة بين إيديكم. كل 5,000 تعطي هدية قيمة 100 ليرة. العرض ساري من 1/12/2005 ولمدة 3 أشهر. توقعت الشركة إنها راح تقدم 35,000 هدية اشتريتهم وحطيتهم عندها. مبيعات الفعلية بعام 2005 كانت 250,000 قطعة بسعر 200. فعليا بال 2005 سلمت 20,000 هدية. كلهم هدول بدنا نسجلهم ونحاسب. أول خطوة شو كانت؟ شراء الهدايا. ما هيك؟ شراء الهدايا حنسجله بالقيمة من حساب مخزن هدايا. بتحضرهم قبل العرض، بتحطهم بحساب خاص فيهم اسمه حساب مخزن الهدايا الى حساب الصندوق. قديش القيمه؟ تماما، ثانك يو. 35,000 ضرب 100 يعني 3,500,000. هاي اول. بعدين ما في نعمل شيء لحتى نبيع، رح نثبت المبيع من حساب صندوق الى حساب المبيع. قديش قيمة المبيعات؟ تماما، مبيعاتي هي 250,000 ضرب مليون. لحد هلا عم نسجل قيود عادية. الشيء الوحيد الجديد اللي تعرفنا عليه انه في عندنا حساب اسمه مخزن هدايا. لما انتبهوا، هلا هون جوهر الموضوع كله. لما بتسلم الشركة هدايا رح يكون القيد اللي ممكن اسألكم عنه، لما بتسلم فعليا من حساب تكلفة هدايا وين بدك تطلعون؟ ثانك يو لونا. الى حساب مخزن هدايا. قديش فعليا سلمت مخزن الهدايا؟ سلمت 20,000 بعام 2005. 20,000 ضرب 100 يعني مليونين. هلا هي اول خطوه، هي الهدايا التي سلمتها فعليا. نيجي لنهايه السنه بنقول نحن لسه في عنا بمخزن الهدايا ما قيمته مليون ونص. هن كانوا 3 ملايين ونص، سلمنا مليونين، ضل مليون ونص.
المليون ونص هي كمان راح ابعت خبره تكلفه تحمل للعام الحالي. كيف؟ من حساب تكلفه هدايا الى حساب حينشأ عندي التزام محتمل الى حساب التزامات مقدره لقاء هدايا. هذا هو الالتزام، التزامات مقدرة لقاء هدايا رح يظهر عندي العام القادم مقابل الهدايا اللي يمكن أسلمهم العام القادم. هلأ برد بأكد، أنا بسن يلي صار فيها العرض اشتري الهدايا، بحسب مبيعاتي بسجلهم، بكتب قيد للهدايا التي سلمت فعليا من حساب تكلفة هدايا إلى حساب مخزن هدايا، وبكتب قيد للهدايا التي يتوقع تسليمها العام القادم بالقيد، كمان هذا ممكن اسالكم عنه، وقيد الهدايا التي يتوقع تسليمها العام القادم من حساب تكلفة هدايا الى حساب التزامات مقدره لقاء هدايا. المبلغ هو عباره عن الفرق ما بين الهدايا المشترات والهدايا المسلمه فعليا. سؤالي هون لكم، لما بدي سكر حساب تكلفة الهدايا اللي هو مصروف بملخص الدخل من حساب ملخص الدخل إلى حساب تكلفة الهدايا، كم سيكون المبلغ؟ Thank you خالد. رصيد طلعوا رصيد تكلفة الهدايا، هون مليونين وهون مليون ونص، معناته 3 ملايين. هذا سؤال. سؤال ثاني، كم سيكون رصيد حساب التزامات مقدر لقاء هدايا في نهاية عام 2020؟ تمام، شكرا لكم. إذا أنا عندي التزام سيظهر بالميزانية مع المطالب قصيرة في الأجل اسمه التزامات مقدرة لقاء هدايا قيمته مليون ونصف، بينما تكلفة الهدايا كاملة التي سلمت والتي ستسلم أقفلت كتكلفة هدايا في حساب ملخص الدخل. هلا بالميزانية حيطلع معنا حسابين متقابلين، حيطلع معنا بالميزانية بالمطالب التزامات مقدرة لقاء هدايا مثل ما قلت بقيمة مليون ونص، وفي شغلة حتظهر ضمن الموجودات بقيمة مليون ونص، شو هي؟ شكرا يا خالد، ثانك يو. إذا حيظهر عندي مخزن الهدايا بأيام فيه مليون ونص مخزن في الهدايا. هدول بقى بيروحوا لسنة 2009. بدي امحي اللوح، في شيء كنت تسألوا قبل ما انتقل لعام 2006؟ هذا عام 2005. ممكن اسألكم عن القيود او القيم مثل ما حكيت لكم بالتفصيل. في اي سؤال قبل ما انتقل لل 2006؟ تمام. اذا بال 2006 قديش انا سلمت هدايا؟ مليون، سجل مليون، ما عاد اكتب تكلفة هدايا من حساب التزامات مقدرة، سكر حساب الالتزامات المقدرة لقاء هدايا إلى حساب مخزن الهدايا، وما تبقى في له معالجات ما صم مطالبين فيه. إذا بال 2006 ما ظهر عندي تكلفة هدايا، ظهر عندي التزامات مقدرة لقاء هدايا 3 مليون ونص اللي تسلمهم فعليا بال 2006 تسجلهم بهذا القيد اللي ممكن اسألكم عنه. هذا كل ما يتعلق بالهدايا المقدمة للضيف. صعب شيء؟ آخر بند بالالتزامات قصيرة الأجل المحتملة، سهل جدا، هو عبارة عن فكرة بسيطة عن الدعاوى القانونية، وهذا أنا ما شفت منه يعني على مدى السنوات الماضية إلا سؤال نظر. شو يعني دعاوى قضائية أو قانونية؟ هي تتسجل كالتزام محتمل بشرط يتوفر فيها الشروط الثانية. أولاً، تسجل عند وقوع الضرر بتاريخ يسبق إعداد الميزانية. يعني مو أنا والله بتذكر السنة الماضية صار عندي مشكلة وارتفعت علي دعوى
بيجي بسجلها بميزانية العام الحالي. لا، لازم الضرر أو المشكلة اللي تطلبت رفع الدعوى القضائية إنه تكون وقعت بتاريخ يسبق إعداد الميزانية. هي أول شرط. الشرط الثاني، أن يكون هناك احتمال حدوث نتائج غير مرغوبة. يعني ممكن أنا أتغرم نتيجة الدعوى القانونية مرفوعة ضده، مو والله أنا رافعة الدعوى ضد حدا وأنا اللي بدي آخذ التعويض المحتمل. يجب أن تكون النتائج احتمال حدوث نتائج غير مرغوبة، يعني أنا يلي بدي أدفع في حال خسارة الدعم. ثلاثة، يجب أن يكون لدي القدرة على تحديد مقدار الخسارة بدرجة مقبولة. مثلا من المعروف أنه بالقانون لما بيكون في دعوى انتهاك براءة اختراع، الغرامة حتكون ما بين 5 ملايين والعشر ملايين، فلازم يكون عندي قدرة على تحديد مقدار الخسارة بدرجة مقبولة. هدول الشروط الثلاثة إذا توفروا عندي في دعوة ما، ثلاثة القدرة على تحديد مقدار الخسارة بدرجة مقبولة. إذا توفروا عندي هالثلاث عناصر، أنا جبتها بإحدى الدورات، متى يمكن تسجيل الدعاوى القضائية كالتزام، جبت هدول الشروط الثلاثة، أربعة كان كل ما سبق صحيح. فكان الجواب هو كل ما سبق صحيح. إذا توفرت أنا سجل عندي قيد من حساب مصروف دعاوى قانونية إلى حساب التزامات مقدرة لقاء دعاوى قانونية فقط. هلا مصروف الدعاوى القانونية هو مصروف يقفل في ملخص الدخل، وحساب التزامات مقدرة لقاء دعاوى قانونية رح يظهر ضمن المصاريف، هون المبلغ المصرف. هي الفكرة الأخيرة. في أي سؤال عن الدعاوى القانونية؟ من حساب مصروف دعاوى قانونية إلى حساب التزامات مقدرة لقاء دعاوى قانونية، ممكن يجب يكون القيد صورة إذا بدكم، طبعا بالمبلغ المقدر. هي مصروف الدعاوى القانونية يقفل كمصروف في ملخص الدخل، حساب التزامات مقدرة يظهر بالميزانية ضمن المصاريف. هي سيرة الدعاوى القانونية كاملة. هيك نحن بنكون أنهينا الالتزامات قصيرة الأجل بنوعيها. بيبقى الفصل الأخير، الفصل الأخير فيه بعض المعلومات المهمة يلي كثير طلاب بيسألوني عنها. أهم شيء هو القواعد المالية الختامية شو هي. أنا هذا الفصل عادة بخصصه، ما بعطيه بشكل كامل، فقط بعطي الشغلات اللي أنتوا ما أخذتوها في محاسبة اثنين، عفوا في محاسبة واحد. هلا حلخص لكم يا هلا، المطلوب منكم أن تعرفوا شو هي القوائم المالية الختامية، وأنا متأكدة أن أنتم تعرفون شو هن القوائم المالية الختامية التي يجب أن تلتزم بها جميع الشركات في إعدادها في نهاية الدورة المالية. هاتوا لشو قائمة الدخل. تمام، هلا أنتم أعطيتوني كذا اسم، أعطيتوني قائمة الدخل، أعطيتوني حساب 4 خسائر، أعطيتوني المتاجرة وملخص الدخل. هدول كلهم رح أحكي لكم شو الفرق بيناتهم، هن شيء واحد. تمام، هلا كلهم هدول تم اختصارهم ب income statement أو قائمة الدخل. اثنين، شو كمان عندي؟ ميزانية الختامية أو بيقولوا لها قائمة المركز المالي.
statement of financial position. كمان قائمة حقوق الملكية، طبعا أنا ماني عم بكتبهم بالترتيب، هو الترتيب بيكون قائمة الاسم بعدين حقوق الملكية بعدين الميزانية. آخر قائمة اللي هي رقم أربعة وهي الميزانية، شو هي كانت؟ قائمة التدفقات النقدية يلي ما بتاخذوها لا بمحاسبة واحد ولا بمحاسبة اثنين، وإنما بتاخذوها بمواد محاسبية أكثر تخصصا. إذا هذول الأربع قوائم. هلا في قائمة مطلوبة بأمريكا اللي اسمها قائمة الأرباح المحتجزة، هاي بشكل عام فقط بأمريكا. شرحته بالمحاضرة الأولى. شكرا يا خالد. هلا المطلوب منكم تعرفوا قائمة الدخل شو هي، شو الفرق بينها وبين حساب أرباح خسائر المتاجرة وحساب ملخص الدخل، وهذا الشيء هلا ذكرني خالد أنا أعطيكم إياه بالمحاضرة الأولى. طبعا راح أعيده بشكل سريع جدا. قائمة الدخل هي عبارة عن حساب المتاجرة زائد أرباح وخسائر، يعني كل شيء بيجي بحساب المتاجرة وكل شيء بيجي بحساب أرباح وخسائر بشكل منفصل بحطه بقائمة الدخل. قائمة الدخل هي عبارة عن كل الإيرادات والمصروفات والفرق بينهما، يلي هو شو بيمثل لي الفرق بيناتهم؟ شكرا خالد. صافي الربح أو صافي الخسارة. نقرأ مجمل الربح بالمتاجر. بنتقل من المتاجر لحساب أرباح خسائر لنوصل لصافي الربح. فمجمل الربح هو نتيجة المتاجر. هون بقائمة الدخل لما بحط كل الإيرادات اللي هي بالمتاجر بأرباح خسائر حيطلع معي صافي الربح أو الخسارة. طبعا قائمة الدخل ممكن يكون عنا المالتي ستيب إنكم ستيتمنت أو سينجل ستيب إنكم ستيتمنت اللي هي قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة، أو قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة. شو طارق؟ قائمة الدخل وملخص الدخل. قائمة الدخل هي بتكون بشكل قائمة، بينما ملخص الدخل هو بشكل حساب بشكل تي، حيكون فيه الإيرادات والمصاريف بشكل مجمل. هو حساب يستخدم فقط للإقفال. طبعا رصيده هو حيكون صافي الربح أو صافي الخسارة، يعني هو صورة من قائمة الدخل. قائمة الدخل هي بتكون هيك بشكل statement، قائمة بيجي كل العناصر تحت بعض. قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة وقائمة الدخل ذات المراحل المتعددة. قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة باختصار هي كل الإيرادات نجمعهم، كل المصاريف ندرجهم وراء بعض، الفرق بيناتهم هو صافي الربح أو الخسارة. بينما ذات المراحل المتعددة هي بيقسموها، كمان هي إيرادات ومصروفات وصافي ربح أو خسارة، بس بتتقسم بشكل مختلف. كيف؟ قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة باختصار تقريبا بيفصلوا فيها المتاجر عن أرباح خسائر، يعني بيكتبوا بالأول شو هم إيراد المبيعات ناقص تكلفة البضاعة المباعة، بيعطينا مجمل الربح، بعدين نضيف كل شيء إيرادات، نطرح كل شيء مصاريف، لنوصل لشيء اسمه صافي الربح أو الخسارة. فهي مصنفة نوعا ما، بينما ذات المرحلة الواحدة هذيك ما بحط مبيعات ناقص تكلفة المبيعات، بحط كل شيء إيرادات بما فيها المبيعات، وبطرح منك كل شيء مصروفات بما فيها تكلفة البضاعة المباعة. يعني فينا نقول قائمة الدخل هي ذات المراحل المتعددة أنسب للشركات التجارية والصناعية اللي في عندها مبيعات وتكلفة مبيعات، بينما الشركات الخدمية ما بهمها هالقصة هي، فبتستخدم قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة، كل شيء إيرادات ناقص كل شيء مصاريف. هذا كل ما يتعلق بقائمة الدخل اللي هي طبعا صارت بديل عن حساب المتاجر وأرباح الخسائر. القائمة الثانية اللي هي قائمة حقوق الملكية أخذينها بمحاسبة واحد، ولهيك ممكن العناصر اللي حكيتهم
بس بذيعة، كل شيء بحكيه بالمحاضرات انتو اللي طالبين، كل شيء ما بحكيه بالمحاضرات حتى لو كان موجود بالمقرر ما بجي بيكون عيب فيه. اوكي بذيعة؟ يعني انا هلا عم بعطيكم افكار. تمام يا لونا. اذا قائمة حقوق الملكية هي عبارة عن خمس اسطر: رأس المال في اول المدة زائد اذا في اي استثمارات اخرى من المالك، يعني اذا المالك رجع ضخ رأس مال، زائد الربح صافي الربح هذا اللي ناخذه من قائمة الدخل، أو ناقص الخسارة إن كانت موجودة، ناقص المصروفات الشخصية، نتيجة هدول كلهم هيعطيني السطر الخامس اللي هو رأس المال في نهاية العام. هي مانا معلومات جديدة، اي معلومات انتم بتعرفوها من محاسبه واحد اللي هو الاندينج كابيتال، راس المال في نهايه المدة. في اي سؤال ذكرتكم فيها تذكره بقائم حقوق الملكيه صح؟ مش تذكره؟ ليش يا مدرب؟ ما اخذتوها بمحاسبه واحد؟ صح، معناته ما اعطيتكم معلومات كثير. اوكي ننتقل لا الميزانية. اوكي ننتقل طبعا قائمة التدفقات النقدية ما راح اجيب سيرتها نهائيا لانه بتكون هي متقدمة وبحاجة لناس بدها تخصص محاكاة. نيجي على الميزانية. مين فيكم ما بيعرف الميزانية؟ هي عبارة عن قائمة الموجودات من طرف والمصاريف زائد حقوق الملكية من طرف ثاني. ترتب الموجودات حسب شو؟ الموجودات بين شوفتين حسب درجة السيولة المتزايدة أو المتناقصة، أنتوا أحرار. لدرجة العادة إنها حسب درجة السيولة المتناقصة من الأعلى سيولة إلى الأقل سيولة، بشرط إذا رتبتم سيولة متناقصة لازم رتب هدول حسب استحقاق متناقص، إذا رتبتهم حسب سيولة متزايدة لازم رتب هدول حسب استحقاق متزايد، يعني يكون في توافق هون درجة السيولة وهون درجة الاستحقاق، إما الاثنين متزايد أو الاثنين متناقص، يكون حرية الخيار. في بداية الفصل حكينا عن الموجودات المتداولة، حكينا عن الموجودات الثابتة من مادية وغير مادية، حكينا عن المطالب اللي في أجل في طويل أجل، وفي عنا حقوق ملكية. هذا كله ما رح أرجع له. يلي بدي أضيفه هلا إنه هي الميزانية، هي بعض الشركات بتعدها بشكل قائم، يعني قائمة المركز المالي هي نفس الميزانية اللي سمعت فيها. قائمة المركز المالي هي عبارة عن ميزانية لكن بشكل قائمة، تجي الموجودات أولا، بعد شو هن الموجودات، باخذ مجموع الموجودات بحط خطين، بعدين المصاريف كمان باخذ مجموعهم، بعدين حقوق الملكية باخذ مجموعهم، وباخذ بالنهاية مجموع المصاريف وحقوق الملكية. لازم يكون في توازن ما بين الموجودات ما بين المصاريف وحقوق الملكية، وبالتالي هي نفس الميزانية بس بدل ما تكون طرفين صارت بشكل قائم. هذول هن القوائم المالية. هلا اجتماعكم بدي نقلكم معادلات كمان انتوا اخذينها بمحاسبة واحد ومطلوبة منكم بمحاسبة اثنين، وهن اخر شيء رح بحكيه بهالفصل هذا وبعدين ترتاحوا مني. أول معادلة هي رأس المال العامل الإجمالي. شو هو رأس المال العامل الإجمالي؟ إن شاء الله بشوفكم حسين بمواد أخرى. تسلم، بشوفكم إن شاء الله بمواد أخرى، بس مني بس بهالمادة هي.
تنجحوا فيها وما بقى شكم به المادة هي، شكم بمواد أخرى إن الله رأى. تماما يا خالد، هو عبارة عن مجموع الموجودات المتداول. يعني إذا جبت لكم العناصر التالية، لكم في عندي أثاث ألف، وعندي مخزون 2000، وعندي مدينون 500. احسبوا لي رأس المال العام الإجمالي. لا أحمد، ما له علاقة بالموجودات الثالثة، هو فقط الموجودات المتداولة هذول. فرأس المال العام الإجمالي إذا طلبت منكم حسابه هو اسمه. هلا أحيانا في تجار يكون عندهم سيولة، السيولة بتكون منخفضة، وين بتكون؟ بيقولوا لك مصرياتي بالسوق. شو يعني مصرياتي بالسوق؟ يعني عندي مخزون وعندي مدينون تماما بضاعة أو ذمم على العالم، فبيكون هو فعليا يعني سيولته جيدة وعنده، بس وين؟ منه كاش. هذا اسمه رأس المال العام الإجمالي، هو البضاعة بيع بأجل، طبعا هو بضاعة، هو مديون، هو استثمارات قصيرة أجل، يشمل النقدية كمان، يعني كل شيء موجودات متداولة، أوراق قرض، انتبهوا، حتى النقدية، النقد اللي عنده والكاش، يعني كل شيء موجودات متداولة هو رأس مال عام الإجمالي. هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني هو رأس المال العام، تمام يعني. رأس المال العام الصافي هو عبارة عن المعادلة الثانية، هو الموجودات المتداولة، مجموع الموجودات المتداولة ناقص المطالب المتداولة. اكتبوا عندكم الموجودات المتداولة ناقص المطالب المتداولة، يعني هو رأس المال العام الإجمالي ناقص المطالب المتداولة. هذا رأس المال العام الصافي، بيقولوا له مارج اوف سكيورتي او هامش الأمان، يعني انا قديش فيني سدد من مطالبي المتداولة باستخدام موجوداتي المتداولة، بضل في عندي سيولة. رأس المال العام الصافي إذا هو هامش الأمان. فعليا هذا كل ما هو مطلوب منكم. أنا هيك بكون يعني أنهيت لكم المقرر بشكل كامل. في عندكم اي استفسارات؟ مقدمات ايه حكيت طارق عن المقدمات والمستحقات، ممكن نجيب لكم منه. وابرز مثال الدرس الماضي قلت لكم اذا كان في عندي رواتب مستحقه كيف انا بسجلها. برجع باكد لكم لا تخافوا، مذكرة التسوية مانا داخل لنا، لا الورك شيت مانا داخلة أو مذكرة التسوية. برجع بأكد عليكم اللي ما شرحت لكم إياه ما بيجيكم بالامتحان إن شاء الله. تمام، إذا ما كان عندكم أي أسئلة تواصل معي خالد. بتعتذر هلا قبل شوي شو كنا عم نحكي يا خالد؟ كلكم بنعمل جروب تواصل معكم. هلا انا غالبا ما بكتب كتابي وانما يعني ببعث فويس مسج، فاي اسئله عندكم اياها اعمل لنا انت الجروب خالد، ضيف كل زملائك وضيفني انا. نزلت لكم 9 و10، هلأ هي فورا رح انزلها. العلامات كريستين ان شاء الله بكره بتكونوا بين ايديكم. مثال لسؤال امتحاني
من اول ما التقيت فيكم من اول الفصل لهلا وانا عم بعطيكم امثله عن اسئله امتحانيه. شكرا لكم كريستين، شكرا لحضوركم، شكرا لتفاعلكم، شكرا لمحبتكم. احمد، اي شيء بدكم اياه بالمحاضره الاخيره بعطيكم انا امثله عن اي شيء بدكم اياه. درسوا تماما المقرر، تكونوا خلصتوا دراسه، طبعا حطوا لي الاسئله كلها على جنب، انا مستعده اقعد معكم ساعتين ثلاثه ما بتفرق معي. المحاضرة الأخيرة بديعة، أنتوا بتفقوا بين بعض وبلغوني. أوكي؟ فالنهار اللي بتتفقوا عليه المشكلة هي الاتفاق بيناتكم، يعني أنا ممكن يناسبني كذا موعد بس أنتوا اللي عم تختلفوا بالمواعيد. اتفقوا وأنا جاهزة أي أسئلة بعيوني. أنا ما بتفرق معي حسين، أي وقت بعد الظهر. بلغوني قبل بيوم او بيومين، بيومين قبل بيومين افضل، انا بفرغه تماما لكم. بعد الظهر بلغوني قبل بيومين من عيوني وانتم ضبطوا. اوكي، ثبت او حد اخطاء ما بتفرق، شوفوا انتم شو بيناسبكم، انا جاهز. برجع مرة ثانية لكم، بتشكر حضوركم ومشاركتكم، بتمنى لكم التوفيق.